الإدارية الزميل محمد توفيق. اتفضل يا محمد. مساء الخير، تحياتي ليك استاذ ابراهيم المنيسي، تحياتي ليك باشمهندس عادل القيعي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل انا موجود معاكم هنا من استاد برج العرب بالاسكندريه عقب انتهاء اليوم الاخير او اخر استعداد لمباراه مصر وليبيا ان شاء الله غدا في 9 مساء على ملعب استاد برج العرب هنا في مدينه الاسكندريه. يمكن الفريقين خلاص انهوا استعداداتهم بالفعل وان شاء الله يكونوا جاهزين لمباراه الغد باذن الله في اطار مباراه الجوله الثالثه من التصفيات الافريقيه في المجموعه السادسه المؤهله لنهائيات كاس العالم ان شاء الله 2022. يعني خليني اكلمك استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي على اليوم من بدايته. يمكن البدايه كانت بالمؤتمر الصحفي لمستر كيروش المدير الفني لمنتخب مصر. يمكن الراجل اتكلم وطلب مسانده الاعلام وقال دايما عايز الاعلام يكون مساند لينا وان شاء الله تفضلوا بمساندتكم دي لينا حتى بعد انتهاء المباراه بالامس. يمكن اتكلم كمان على جاهزيه اللاعبين خاصه الشناوي، يمكن وجه ليه سؤال عن اصابه الشناوي، قال الشناوي جاهز وهو ما كانش مصاب، هي كانت مجرد كدمه وده شيء عادي بيحصل في التدريبات ولكن هو جاهز وان شاء الله نخش المباراه غدا بال 24 او القائمه كامله وجاهزه تحت امر الجهاز الفني. كمان يمكن يسال عن التجانس ما بين اللاعبين المحليين والدوليين، قال طبعا كنت اتمنى الفتره الطول ولكن طبعا انا بشكر يعني الاجهزه الفنيه للفرق المحليه او الفرق في الدوري المصري ان هم اتاحوا لينا ان الفريق يتجمع بشكل مبكر، والمحترفين طبعا كان نفسي يجوا قبل كده ولكن احنا بنشتغل على المتاح وبدانا خلاص التخطيط، واهم حاجه الفريق يظهر بكره بشكل كويس ويقدم مباراه كبيره ويحقق طموح الجمهور المصري. كمان اتسال عن مدى استيعاب اللاعبين للخطه بتاعته وطريقه لعبه، قال طبعا بخبرات الدوليه في المنتخبات المختلفه ما بعملش لاحداث ثوره عظيمه في التشكيل او في طريقه اللعب، احنا في بدايه التخطيط وبدايه الاعداد لفتره جديده والمباريات القادمه، اهم حاجه الفريق يظهر بشكل كويس والفريق يكون افضل من الفريق المنافس ودوت اللي هيتحفل ليه الفوز، استحاله تكسب بالكلام او باي شيء غير انك تكون افضل من الفريق المنافس، خاصه ان احنا بنلعب فريق هو رقميا افضل مننا بتصدر المجموعه برصيد 6 نقاط واحنا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط. كمان يمكن نتكلم عن مباراه العوده، قال طبعا ما اقدرش اتكلم عن مباراه العوده، انا بتكلم بس وبفكر بس في مباراه الغد، هي ده كل طموحي وهدفي ان شاء الله انتهي من مباراه الغد وبعد كده ممكن افكر في اي حاجه. كمان اتسال عن التشكيل، قال طبعا انا محظوظ ان معايا هذه المجموعه من اللاعبين ومصر محظوظه بامتلاك هذه العناصر الواعده، قال طبعا انا في صداع من جاهزيه اللاعبين ولكن ده صداع ايجابي وشيء جيد جدا، قال طبعا ده كانت حيره لكن انا سعيد جدا بالحيره دي، واهم حاجه ان الفريق او ال 11 لاعب اللي هيبداوا بكره يتحلوا بالروح القتاليه في الملعب ويكون هدفهم هو واحد بس وهو اسعاد جماهير الكره المصريه. كمان يمكن نتكلم عن الخطه والتشكيل وهل استقر ولا لا، قال مش عاوز اتكلم عن اشياء محدده بعينها، اللي عاوز اتكلم عليه هو هدف واحد بس انكم ان شاء الله بكره هتشوفوا فريق عظيم في الملعب، هتشوفوا 11 لاعب بيقاتلوا من اجل تيشيرت منتخب بلدهم ومن اجل تحقيق الفوز واسعاد جماهيرهم. بعد كده على طول استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي كان التدريب الاخير لمنتخب مصر واللي ابتدى في تمام السادسه مساء واستمر قرابه الساعه وربع، يمكن اول 10 دقائق كانوا مفتوحين للاعلام قدرنا نصور التدريب واكيد معاكم صوره منه، اعتقد على الوجوه يعني واضح جدا تركيز اللاعبين، حاله من التركيز الاصرار، حاله من التلاحم، اعتقد حاله معنويه للاعبين ما ظهروش عليها منذ فتره طويله خاصه المحترفين. يمكن محمد صلاح النهارده ظهر بمعنويات مرتفعه جدا، حاله تركيز والتحام مع زملائه عاليه جدا، يمكن من فترات طويله ما شفناش محمد صلاح يعني قريب من وسائل الاعلام، دايما كان محمد صلاح في الفترات اللي فاتت كان بعيد شويه عن وسائل الاعلام لكن النهارده كان مع وسائل الاعلام وكان في تعاون بشكل كبير جدا، وان شاء الله يعني مجهود المنتخب يكلل ان شاء الله بكره بالحصول على 3 نقاط وكمان يكون في صداره المجموعه. يمكن كمان مستر كيروش اتسال عن فرص المنتخب امام ليبيا في المجموعه، قال انا بعتبر التصفيات دي مباراه من 6 اجزاء، لعبت جزئين حققت فيهم 4 نقاط، المنتخب الليبي لعب جزئين حقق فيهم 6 نقاط، هدفي بكره في الاربع يعني اول مباراه من الاربع اجزاء المتبقيه ان النتيجه انا داخل 6-4 لصالح ليبيا، اخرج بكره بنتيجه 7-6 لصالح مصر واكون في صداره المجموعه وبعد كده نشوف الثلاث اجزاء الباقيه من المباراه من بعد المباراه الغد ان شاء الله امام ليبيا. بعد ان غادر المنتخب المصري وصل المنتخب الليبي الشقيق لهنا لاستاد برج العرب بالاسكندريه، ويمكن كان في مؤتمر صحفي المدير الفني المخضرم الاسباني خافير كلامنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، يمكن الراجل في المؤتمر الصحفي اتكلم بشكل اكثر من رائع عن منتخب مصر، وصف منتخب مصر بانه من المنتخبات العظيمه من المنتخبات اللي ليها تاريخ كبير جدا على مستوى القاره الافريقيه والمصنف عالميا وتم ترشحه اكثر من مره لنهائيات كاس العالم، وبالمثل طبعا هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطوله الامم الافريقيه. كمان اتكلم عن منتخبنا وقال احنا بنهدف بكره ان احنا نلعب مباراه كبيره
قدام المنتخب المصري. احنا متصدرين المجموعه، لكن مصر تبقى بتاريخها والذخيره المتاحه لها من اللاعبين منتخب كبير. سال كمان عن تغيير الجهاز الفني للمنتخب المصري وهل ده هيكون ليه اثر في مباراه الغد. قال يعني بالعكس، يعني دوت اكيد هيضيف للاعبين على الاقل نفسيا، ولكن حتى المدرب السابق المنتخب المصري ويقصد طبعا كابتن حسام البدري قال كان مدرب اكثر من رائع، ولكن مستر كيروش انا اعرفه اكتر، يمكن احنا اتدربنا وتقابلنا كتير في اوروبا وتقابلنا كتير في مناسبات عده، وتقريبا يعني سننا متقارب، فطبعا هو صاحب خبره كبيره واكيد لمساته هتظهر على اللاعبين. لكن يعني اضاف ان منتخب مصر هو منتخب بالفعل منتخب كبير ومنتخب ليه تاريخ يعني، وحتى كان اداؤه في الجولات السابقه كان اكثر من رائع. كمان سأل على ان منتخب ليبيا برغم من حصوله على 6 نقاط ما كانش بيستحوذ على الكره بشكل كبير. قال انا عمري ما فكرت في الاستحواذ، انا بفكر في حاجه واحده بس وهي الفوز بال3 نقاط. انا ما بفكرش في الاستحواذ قد ما بفكر في الفوز، ودوت اللي يهمني، وده الهدف اللي بلعب عليه كل مبارياته. ساعات بحقق الهدف دوت وافوز، وساعات بفشل في تحقيقه. هي دي كره القدم، ما فيش حد بيكسب او بيخسر على طول. كمان السؤال عن المدير الفني لمنتخب مصر والمواجهه امامه بكره هتبقى عامله ازاي. قال بالطبع هي مش حرب او قتال ما بين مديرين فنيين، احنا الاثنين كل واحد بيجلس على دكه البدلاء بيلعب باللاعبين المتاحين بالنسبه له، بتبقى مباراه كره قدم في الملعب، اللي يكون التوفيق معاه ويكون اللي خطط له احسن ولاعبته بتخطا اخطاء اقل هو اللي بيكون من نصيبه الفوز وبيحقق ال3 نقاط. وبالطبع احنا بنلعب منتخب كبير، ولكن جايين عندنا هدف ان احنا بنلعب قدام منتخب كبير، ولكن بنلعب على هدف واحد وهو تحقيق الفوز في كل مباراتنا. كمان اتكلم عن محمد صلاح لما تم توجيه سؤال ليه، قال طبعا محمد صلاح واحد من الرياضيين المعدودين في العالم واشهرهم، وقال طبعا ان هو من وجهه نظره ومن وجهه نظر العالم كله ان هو واحد من افضل لاعبي كره القدم في العالم. قال طبعا مصر محظوظه بامتلاك محمد صلاح، واحنا ما عندناش حد زي محمد صلاح، ولكن هنلعب بامكانياتنا المتاحه ونحاول نوقف خطورته. وطبعا بنحترم منتخب مصر ونجم كبير بمكانه والمكانه والمستوى اللي وصل بيه محمد صلاح، ويعني وصفه ان هو واحد من اهم وافضل لاعبي العالم على المستوى العالمي. كمان يمكن نتكلم عن الجاهزيه المنتخب الليبي. سأل عن الجاهزيه البدنيه، قال طبعا المنتخب الليبي ما فيش دوري، يمكن اللاعبين كمان ما خدوش راحه بيعانوا شويه، ولكن انا حاولت في المعسكر الاخير ومنذ ان جئت الاسكندريه ان احنا نشتغل على الجانب دوت، ونامل ان احنا ان شاء الله نادي بكره مباراه كبيره امام المنتخب المصري. اختتم المؤتمر الصحفي وعلى طول ابتدى منتخب ليبيا ميرانو، واللي ابتدى في تمام الساعه 8 وانتهى في 9:15. يمكن كان معانا لقطات هتشوفها دلوقتي حضرتك على الشاشه، استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، يمكن قمه التركيز في ثقه بالنفس عشان نكون امناء على لاعبي المنتخب الليبي. طبعا هم عاملين حساب منتخب مصر وعارفين ان هم بيلعبوا منتخب كبير، ولكن اعتقد التماسك والاصرار باين عليهم، خاصه ان هم داخلين المباراه في حاله معنويه مرتفعه وهم بيمتلكوا 6 نقاط وبيتصدروا المجموعه امام منتخب مصر. النقطه الاخيره اللي عاوز اوصفها لكم عشان نكون اتكلمنا عن كل اجواءنا هنا في استاد برج العرب، ارضيه الملعب اكثر من رائعه. اعتقد ان احنا هنشوف مباراه كبيره بكره ان شاء الله على ارضيه الملعب، وكمان من خلال النقل التلفزيوني، يمكن احدث وحدات النقل التلفزيوني موجوده هنا داخل برج العرب. يمكن مخرج المباراه والطاقم التصوير بالكامل عملوا بروفه على المباراه. المباراه منقوله بكره ب 16 كاميرا، امكانيات اكثر من رائعه ان شاء الله تساعدنا ان احنا نشوف مباراه كبيره في التلفزيون، وكمان في ارض الملعب نشوف مباراه كبيره من منتخبنا ويحقق 3 نقاط، وان شاء الله يعتلي غدا صداره المجموعه وتبقى خطوه كبيره ان شاء الله نحو الصداره واعتلاء المجموعه والصعود للمرحله الثانيه ان شاء الله والنهائيه، ويتوج مجهود المنتخب المصري بالوصول لكاس العالم المره الثانيه على التوالي. دي كانت كل الاجواء والكواليس، انا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، الكلمه لحضراتكم. شكرا جزيلا للزميل محمد.